ويعاون الدولة اللي معطلة اليوم مش قادرة تشغل الوظيفة العمومية معاش تقدر أنا تعمل فما نزلت ربي يحبكم فيها وكلمة المفروزين أمنين هما معناها هذا حقهم نحطوهم تاج على روسنا احنا هذوما شباب اللي وقفنا عليه وقت كنا أربعة من الناس نتجرأ وننقذ وكان الشباب هذا يجي يحمي المقرات نتاع الرابطة نتاع الأحزاب السياسية وكان في الشوارع وفي الجامعة إلى آخره فهذوما حقهم اليوم نكرمهم وهم الأولوية في التشغيل مش اليوم نشوفوا حالات وإضرابات جوع والناس وصلت إلى حالات صحية معناها خطيرة جدا فدعوة مرة أخرى إلى لأنه نجم نغلقوا الملف إنفاقوا التوت وسكروه هذوما نعطيهم حقهم ونعترفوا لهم بالجميل قبل ما نوصل في الوضعية هذه نعترفوا لهم بالجميل هذا بنفس حارس عايش وين فوزي؟ اهلا بس ما بس ياسر.